أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن تحسن سعر صرف الريال اليمني وإمكانية انعكاس ذلك على أسعار السلع الأساسية. أقر البنك المركزي اليمني تعديل سعر صرف الريال. وجه البنك المركزي تعميما للبنوك التجارية والإسلامية باعتماد سعر الصرف الجديد، لافتا إلى أن هذا التعديل جاء لتغطية الاعتمادات المستندية المغطاة من الودائع السعودية للمواد الأساسية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل تنخفض أسعار السلع الأساسية بعد التحسن النسبي في سعر صرف الريال؟ وكيف يمكن ضمان عدم عودة تدهوره من جديد؟ نتابع وإياكم هذا التقرير ومن ثم نعود. تعافٍ للعملة المحلية وتحسن نسبي في أسعار صرفها بعد تراجع سعر صرف العملات الأجنبية واستعادة الريال اليمني أكثر من 200 ريال من قيمته قياساً بسعر صرف الأشهر الماضية. مصادر مصرفية قالت إن قيمة الدولار الأمريكي الواحد وصل إلى قرابة 540 ريالاً يمنياً بعد أن كانت أكثر من 780 ريال خلال سبتمبر الماضي. البنك المركزي اليمني وفي جديد قراراته أعلن تعديل أسعار صرف الريال مقابل العملات الأخرى لتغطية الاعتمادات البنكية للسلع الأساسية والموارد الذاتية للبنك. وبحسب التعميم الصادر عن البنك المركزي لجميع البنوك في اليمن، فإن سعر الصرف الجديد سيصل إلى 500 ريال يمني للدولار الواحد ابتداء من تاريخ 21 من نوفمبر الجاري. خبراء اقتصاديون اعتبروا هذا التحسن مؤشرا إيجابيا بعد تعزيز حالة الثقة في السياسات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، لكن متابعين لم يجدوا في تحسن سعر الصرف حلا للمشكلة ما لم يكن هناك تراجع في أسعار المواد الأساسية التي تهم المواطن في المقام الأول، واعتبروا أن عدم انخفاض أسعار السلع سيمثل التفافا آخر على المواطن لإخراج مدخرات الناس من العملات الأجنبية وعودة ذات المشكلة، فيما يرى اقتصاديون أنه ربما تحدث أزمة سيولة للريال اليمني خلال المرحلة المقبلة، لكنها بنظرهم لن تكون كبيرة في حال تمكن البنك المركزي من تفعيل الدورة المالية وفعل أدواته في السيطرة على السوق المصرفية. رضا مجتمعي بتحسن العملة، لكن في المقابل يظل التخوف قائما من انهيارها مجددا وعدم استقرار أسعار السلع الأساسية. مجددا ترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا من أنقرة الباحث الاقتصادي حسام السعيدي. أهلا بك أستاذ حسام. دعنا نبدأ بنظرتك لأبرز أسباب تحسن سعر صرف الريال اليمني برأيك. أهلا وسهلا بك. في حقيقة الأمر سعر الصرف أو الريال اليمني هو مرتبط بنقطتين مهمتين دائما: الوضع الاقتصادي طبعا والخطوات الاقتصادية التي تتخذ، وأيضا الوضع السياسي. لا يمكن عزل لهذين الجانبين عن بعضهما، وخاصة في الوضع الحالي. هناك طبعا تطورات في هذا الإطار. في النقطة الأولى مثلا، هناك ما يزال البنك المركزي مستمرا في منح اعتمادات مستندية للتجار وبالتالي عن طريق البنوك، وهناك أيضا نقطة أخرى هي تفعيل آلية لنقل الأموال البنوك بالأمراض الصعبة إلى الخارج، بالتالي تغطية البنوك المراسلة في الخارج، وهذه النقطة مهمة جدا، إذ أن منح الاعتمادات وحدها غير كافية، ولكن أيضا تسهيل حركة نقل الأموال أيضا بين البنوك المحلية والبنوك الخارجية، هذه نقطة مهمة. طيب هذا الأمر كيف تم أستاذ حسام؟ كيف تم تفعيل آلية نقل البنوك بالنسبة لي الوضع في اليمن، ونحن نعلم المشاكل الكثيرة في اليمن وعدم ثقة ربما البنوك الخارجية فيما يتعلق ب تسهيل هذه المسألة للبنوك اليمنية؟ في السابق كان يتم نقل الأموال نقل مباشر، لكن هذه حسب الآلية الجديدة ستتم عن طريق مؤسسة النقد السعودية، بمعنى أنه سيتم وضع الأموال في البنك المركزي اليمني ويتم بعد ذلك نقلها عبر حسابات البنك المركزي نفسه، ولا تضطر البنوك المحلية إلى نقل هذه الأموال بشكل مباشر، وإنما عن طريق البنك المركزي. طبعا البنك المركزي في هذه الصورة يصبح ضامن، وأيضا هو قدم خدمة للبنوك أن هذه الآلية ستكون مجانية تماما والتكاليف سيتحملها البنك المركزي وحده. هذه نقطة جيدة أيضا. من نقطة من نظرة أخرى أيضا، نستطيع أن نرى أيضا أن البنك المركزي يتحول إلى متابع لحركة السوق فيما يخص
سعر الصرف. وهذه النقطة لها إيجابية ولها سلبية في نفس الوقت. النقطة الإيجابية أن هذا يوحي سواء للمضاربين أو للمتعاونين المتداولين في السوق بشكل عام أن سعر الدولار أمام الريال في تراجع مستمر، لكنه أيضا يعطي حالة من عدم الثقة بالسعر الذي يجب أن يكون عليه سعر الريال مثلا في المستقبل القريب، وبالتالي يصبح التاجر هو يعيد تقييم ما لديه من سلع وأسعار وأرباح، وبالتالي هذا الأمر يوحي بأن هناك عدم استقرار. الحقيقة أنا أرى دائما أن التاجر أيضا وخاصة في هذه الأوضاع، أوضاع عدم التأكد ووجود نوع من القلق حول الأسعار وبالتالي هناك تذبذب، هذا أمر يعني سيء بالنسبة للتاجر وليس جيد. يعني صحيح ربما أن هناك بعض ربما التجار ربما بنوك ربما أطراف أخرى تستفيد من هذا التذبذب، لكنه بالنسبة للتاجر أمر سيء. التاجر في نهاية المطاف يبحث عن استقرار السعر. طيب. لكن أيضا الجانب طيب. الآخر الذي ذكرته موضوع السياسي، يعني إذا تحدثنا عن طيب سنعود إلى هذه النقطة، سنعود إلى نقطة المسألة السياسية والإشكالية السياسية في يعني سبب تحسن سعر الصرف، لكن قبل ذلك دعنا نرحب بمن ينضم إلينا من العاصمة المؤقتة عدن، رئيس الغرفة التجارية الصناعية الأستاذ أبو بكر سلام بعبيد. أرحب بك أستاذ أبو بكر. يتحدث الأستاذ حسام عن مخاوف التجار بسبب عدم استقرار سعر صرف العملة. برأيك الآن تحسن سعر الصرف، هل ستنخفض الأسعار؟ متى ستنخفض؟ أهلا وسهلا، مساء الخير الأخوة، أحييكم وأحيي برنامجكم الطيب إن شاء الله ودائما بالتوفيق. شكرا. أولا سيدي اللي هو صحيح في بعض التجار، لكن أن حنصل إلى ما وصلنا إليه أفضل من الوصول إلى الإيجابي. دائما يمر بمراحل قد تكون صعبة في بعض الأحيان، ويجب الجميع أن يتحملوها تاجرا كان أو حكومة أو مواطن. نحن الغرض كله من هذا الأساس، من هذه اللي يتم الآن، وهو الخروج من عنق الزجاجة التي كنا فيها. طبعا هذا الخروج لن يخرج إلا ببعض الصعوبات، بعض لازم نتحملها، لازم نعاني بعض الأمور لأن نصل إلى ما يتطلبه المواطن المسكين الطيب هذا. طبعا المملكة العربية السعودية مشكورة تقدمت بمنحة $2 مليار، أساسا الغرض منها هو مساعدة الشعب اليمني للحصول على السلع الأساسية بسعر مناسب. طبعا هذه الوديعة وصلت قبل حوالي فترة طويلة، ولكن النتائج بدأت الآن. لازم يلمس الشعب المواطن العادي في فرق ما بين الأمس واليوم. طبعا الأسعار حاليا لأنه أنت تعرف لما تبدأ بالاعتمادات بعض الاعتمادات تأخذ شهرين أو 3 شهور، لكن التجار الآن يخفضوا في الأسعار. بدأنا أمس عملنا بيان من الغرفة التجارية واليوم صدر في الصحف جميعها، فأنه على التجار كلهم أنه يجب يخفضوا أسعارهم ويخلوا يعني للوصول أن المواطن يلتمس هذه الأسعار الجديدة. نعم. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ أبو بكر. أعود إليك أستاذ حسام، تتحدث كنت عن الجانب السياسي من سبب استقرار سعر الصرف، هل أكملت توضيح هذه النقطة؟ الحقيقة ما كنت أود أن أطرحه أن موضوع الأسعار السلع أيضا مرتبط بالتوجه السياسي. سأعطيك مثلا أسعار الغاز وهي تباع بالريال اليمني ارتفعت بما يقارب 23% عند تراجع سعر الصرف في شهر سبتمبر. هذا التراجع الحقيقة ليس مرتبط بأسباب اقتصادية، وإنما مرتبط بدرجة أساسية مباشرة بأوضاع سياسية معينة، يعني وهناك ضرائب إضافية وهناك أيضا حركة تخوف داخل السوق أيضا أحيانا تنتج من أسباب سياسية معينة يعني. وبالتالي الأوضاع السياسية أيضا لها دور مهم في التأثير على أسعار السلع بشكل عام. نقطة أخرى أيضا، الأوضاع السياسية هذه بشكل عام هي تؤثر على الآليات التي تطرح الآليات الاقتصادية بشكل عام يعني. سأعود مرة أخرى لموضوع الأسعار السلع. من المعروف دائما أن الاقتصاد والأسعار بدرجة أساسية خاصة في الأنظمة الرأسمالية، وتعتبر اليمن نظام شبه رأسمالي، أن الصدمات تؤثر بشكل كبير على الأسعار وعلى حركة الأسعار. فرأينا مثلا في شهر سبتمبر أن الصدمة التي حدثت في سعر الصرف أدت إلى حدوث ارتفاع كبير في أسعار السلع
بالمقابل العودة إلى الحالات السابقة دائما تكون صعبة، لأن الأسعار والأجور مثلها مثلا يعني مرتبات تتسم بخاصية يعني تسمى أحيانا اللزودة، بمعنى أن الأسعار دائما تكون متقاربة من بعضها ولا تهبط مع وجود تحسن في الحالة الاقتصادية بشكل عام. هذا السبب يعني يعود بجزء منه إلى التاجر نفسه. حالة القلق وحالة التذبذب في السوق تجعل التاجر غير قادر على احتساب ربحه، وبالتالي غير قادر على اتخاذ قرار تخفيض السعر. الأخ في الغرفة التجارية يقول بأنه تم توجيه للتجار، لكن أنا في تصوري أن التاجر هو الآن يقوم بعملية اقتصادية حسابية، يعني حساب ربح وحساب خسارة. أيضا الاعتمادات المستندية حتى الآن هي لم يعني ربما منحت، لكن السلع التي تم شراءها تقريبا لم تعد لم تصل بعد إلى السوق المحلية، وبالتالي ما تزال السلع الموجودة في السوق مقيمة في الأسعار السابقة. هذه نقطة مهمة، وبالتالي كما ذكرت يجب أن يقوم البنك المركزي بتحديد سعر معين هذا السعر على الأقل يعني للتجار، بحيث أنه هذا التراجع المستمر هو إن كان جيد يعني بالنسبة لي يعطي انطباع حول سعر الدولار ويقلل فرص المضاربة، لكنه من جهة أخرى يعطي عدم ثقة للتاجر، وبالتالي عدم قدرة على إيجاد آلية معينة ثابتة على الأقل لاحتساب الأرباح وبالتالي البيع بأسعار معينة. هذه نقطة مهمة يجب التركيز عليها. أرجو أن تتفضل بالبقاء. نعم أستاذ حسام، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا مرة أخرى، ورحب بمن ينضم إلينا إلى هذا الحوار، المحلل الاقتصادي عبد الواحد العوبلي من ماليزيا. ورحب بك أستاذ عبد الواحد، وأسألك عن برأيك إلى أي مدى سيكون الاستقرار في سعر صرف العملة؟ هل هناك ضمانات في هذا السياق قدمت من خلال تعامل البنك المركزي إلى الآن مع هذه المسألة؟ مرحبا أخي وجيه، مساءك سعيد أولا. حتى اللحظة لا يزال البنك المركزي يعتمد على مبلغ الوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار، وهذه الوديعة بطبيعتها هي قرض، وقرض مرتفع الفائدة. إذا لم يتم الإيفاء بالتزاماتها ستكون عبء على الاقتصاد الوطني وستشكل التزامات مستقبلية. طبعا التحسن الحاصل في سعر الصرف كان كله بناء أو بسبب هذه الوديعة، وبالإضافة إلى المنحة البالغة 200 مليون دولار، وكذلك بسبب منحة المشتقات النفطية التي جنبت المركز المركزي استهلاك ما لديه من سيولة من العملة الصعبة لشراء المشتقات النفطية. مرة أخرى، هذه الوديعة قرض مرتفع الفائدة والتزام واجب الأداء سيسبب أعباء مستقبلية على الاقتصاد الوطني ما لم تتمكن الحكومة من تغذية البنك المركزي بسيولة نقدية قادمة من الإيرادات السيادية والطبيعية للبلد، الأمر الذي يشكل خطورة التدهور مجددا للعملة المحلية بمجرد استنفاذ مبلغ الوديعة السعودية ومبلغ المنحة. كما أنه لا نعرف إذا ما كانت منحة المشتقات النفطية ستستمر إلى ما لا نهاية، أم أن هناك أمد زمني معين لم يتم الإعلان عنه، ولكن بالتأكيد أن الحكومة السعودية لن تظل تقدم هذا النوع من المساعدات إلى الأبد. وفي هذا الجانب يتوجب على الحكومة العمل سريعا على استئناف العمل مثلا على تصدير النفط والغاز، بالإضافة إلى العمل على استئناف العمل في مصافي عدن لضمان توريد المشتقات النفطية التي يحتاجها الاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى تشغيل المحطة الغازية في مارب ورفع قدرة مصافي مارب نفسها للإسهام في توفير المشتقات النفطية، وبالتالي تجنيب البلد أي أعباء أو التزامات مستقبلية ممكن تظهر وتسبب الحاجة إلى استيراد المشتقات النفطية من الخارج، وبالتالي استهلاك العملة الصعبة من جديد. طيب دعني أنتقل في هذه النقطة إلى الأستاذ أبو بكر سالم بعبيد، رئيس الغرفة التجارية الصناعية. وأنا أسألك الآن أستاذ أبو بكر، يعني نتحدث عن أسعار السلع. السلع دوما ما تكون معتمدة على الخارج لأنها مستوردة بطبيعتها. إلى أي مدى يمكن للسوق اليمنية يعني إيجاد مصادر بديلة لهذه السلع تكون ربما أكثر وفرة بالنسبة للمواطن، ربما تكون مصنعة محليا حتى لا تكون هناك إشكاليات سعر الصرف مرتبطة بشكل كبير وتؤثر على أسعار السلع، مما سينعكس في التالي على استقرار أسعارها في نهاية المطاف؟
نعم، أولا السلع المدعومة أو اللي هي الخمس أنواع من السلع اللي هي الرز والسكر والقمح والحليب والزيت. هذه السلع طبعا الناس، بعض الناس تتوقع أنها الوديعة هي جميع أنواع السلع وجميع هي فقط الخمس من السلع أساسية اللي تهم حياة المواطن. هذا أول حاجة. الشيء الثاني بالنسبة نحن في الدول العربية خياراتنا صعبة، والسؤال اللي سألته هو عمل السؤال استراتيجي تقوم بدول، لكن نحن يلا نحن نقوم بما هو حاصل صراحة. يعني الدولة تعرف حرب وخيارات الاستثمارات الآن منقطعة عن عدن عن اليمن، إن كان استثمارات في المجال الصناعي أو الزراعي أو حتى العمل التجاري. حاليا التاجر ما يقدم كل ما لديه، أكثر تجارنا حاليا في الخارج، وما يقوموا به الآن هم مدراء فروعهم أو بعض الفروع اللي شغالة وبعض الفروع مغلقة. فنحن الآن في وضع استثنائي يجب أن ننسى حاليا كل شيء إلا أن نخرج من هذه الأزمة، وكيف نخلي الإنسان مستقر أمنيا ومعيشيا. تعطينا استقرار أمني يعطيك استقرار معيشي، تعطينا يعطيك استقرار معيشي يعطيك استقرار يعني بتدخل في النداء. لازم الإنسان ناخذ هي مراحل، حاليا المراحل هي موقفة. طيب يا أستاذ أبو بكر، في هذا السياق ماذا عن المحافظات المحررة؟ نتحدث مثلا أيضا عن حضرموت التي يبدو أن الوضع الأمني فيها مستقر بشكل جيد إلى حد ما، هل تشهد نوع من الحراك الصناعي؟ صراحة أنا ما أقدر أقول، لكن ما أعتقد أنه في حراك صناعي بالمعنى اللي هو كان قبل الحرب، يعني أو المفروض يكون حاليا ما بعد الحرب، لأنه كل المستثمرين مثل ما قلت لك حاليا استقرت محافظة والمحافظة اللي جنبها غير مستقرة، يقلقك كمستثمر وكصاحب رأس مال. يجب الاستقرار يكون على مستوى البلد بشكل عام، يعني إذا كانت العاصمة المؤقتة غير مستقرة، الإنسان بشكل بطبيعته بيقلق حاليا أفضل مما كنا عليه. لكن لا يعني أن احنا الآن في، لأن العملية الاستثمارية أو عمل الاستقرار هو منظومة كاملة متكاملة، لا يمكن أن أستثني موضوع عن موضوع آخر. مثلا أنا لا يمكن أقول الصناعة في ما بتمشيش، لا 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 يمكن، لأن أنا استقريت في الصناعة لازم يستقر اللي في الزراعة، لازم يستقر اللي في المصنعات الأخرى. فلكن نحن مثل ما قلت لك حاليا الغرض كله هذا الحراك الاقتصادي هو الخروج من الغلاء الفاحش اللي يعاني منه المواطن العادي. لازم نخرج من هذه الأزمة، لما تقوم بعدين تهدأ الحرب أو يبدأ السلام الناس تتكلم على السلام وتتكلم على الاستثمار وتتكلم على ما هي العمل الاستراتيجي للمستقبل. أما حاليا كما الواحد يحلم بحاجة ولا يتحقق له. حاليا صراحة أنا أفكر أن أنا أقول أعمل حاجة الفلانية في الوضع هذا غير منطقي، ويجب أن نحن نسرع في الاستثمار وفي عودة رؤوس الأموال اليمنية إلى البلاد في أقرب فرصة، لأنه هذا الآن اللي خارجين برا لو استقروا هناك وأعمالهم مشت حتى لو استقرنا لن يعودوا. أشكرك إذن أستاذ أبو بكر سالم باع بيد، رئيس الغرفة التجارية الصناعية من العاصمة المؤقتة عدن، على هذه الإضافات وهي نقاط أيضا بكل تأكيد مهمة. أعود إليك أستاذ حسام، يعني بالحديث عن الجانب السياسي والاقتصادي وضرورة الاستقرار لحتى يتحسن الاقتصاد بشكل أكبر، برأيك إلى أي مدى يعني فعلت الحكومة جانب محاولة إعادة رؤوس الأموال أو على الأقل منع خروجها بشكل أكبر من اليمن في سياق يعني تقوية الاقتصاد اليمني؟ بداية أيضا أنا أود أن أنبه للاجتماع اللجنة الرباعية الخاصة في اليمن والتي أعلنت عن إجراءات أيضا أخرى يمكن أن تساهم في إعادة الوضع الاقتصادي أو يعني معالجة بعض المشاكل التي يواجهها الوضع الاقتصادي، وهي بدرجة أساسية مرتبطة يعني بوضع واشتراطات سياسية معينة. يعني منها أيضا ما يتعلق بصرف المرتبات وفقا لقوائم 2014.
هذا أمر جيد ومشجع، ممكن أن يقلل من حالات الفقر والعوز لدى المواطن، ولكنه من جهة أخرى أيضا يجب أن يترافق مع تقديم المزيد من الاعتمادات المستندية لتغطية الأسواق، لأن الطلب ربما يزيد أيضا مع هذا الأمر. نقطة أخرى، العمل الحكومي الحقيقة في هذا الإطار وفي إطار استهداف رؤوس الأموال ما يزال الحديث عنه مبكرا في رأيي، لأن الآن الحديث ما يزال عن محاولة استقرار ومنع هجرة ما تبقى الحقيقة. إذا رأيت مثلا ما يحدث في مدينة الحديدة، هناك إحراق وتفجير وربما استهداف لمصانع، ويعني هذا الأمر يوحي بأن البلد غير مستقر، إضافة إلى ما يبدو أنه لا حالة السلم ولا حالة الحرب في كثير من المدن. هذا الأمر يعطل قرارات المستثمرين أو حتى رغبة الحكومة، وأنا الحقيقة حتى الآن لم ألمس أن هناك برنامج حكومي أو توجه حكومي لمخاطبة المستثمرين الأجانب أو استخدام الاستثمار في البلد، لأن هذا الأمر ما تزال حقيقة خطوة لاحقة لخطوة أولا وجود نوع من الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي، ووجود أيضا حكومة تستطيع بسط سيطرتها على كافة الأراضي اليمنية. أما في هذا الوضع الحقيقة رأس المال كما يقال يبحث عن فائدته، وهو رأس مال دائما يوصف بأنه جبان وبالتالي يهرب وراء مصلحته. العودة إلى اليمن في هذه الفترة الحقيقة محفوفة بالمخاطر، وأيضا التخوف هو من رحيل المزيد والمزيد من رؤوس الأموال. الحقيقة أيضا هناك كثير من رؤوس الأموال التي كانت متواجدة عبارة عن أموال تستطيع تسميتها بالساخنة هربت من البداية، وهي ليست رؤوس أموال اقتصادية ولكن أيضا كانت تستخدم في المضاربة أو أموال أسواق سوداء وإلى آخره. هذه الأموال ذهبت أيضا من البداية، ولم تكن هناك آلية للرقابة الحقيقة، آلية للرقابة الفعلية على حركة رؤوس الأموال وخروجها من البلد. وهذا الأمر مرتبط كما ذكرت بأوضاع سياسية صعبة عاشتها البلد وما زالت مستمرة إلى الآن مع الأسف. أشكرك الباحث الاقتصادي أستاذ حسام السعيدي، كنت معنا على الهاتف من أنقرة. بالعودة إليك أستاذ عبد الواحد، وأختم معك بسؤال، كيف يمكن أن تعمل، يعني ما الذي بقي على الحكومة، هو أمامها الكثير طبعا لإعادة الوضع على ما كان عليه، لكن ما هي الخطوات الأخرى التي يجب أن تستمر لإعادة الثقة بالنسبة للمواطنين بالنسبة للتجار أيضا، وتحقيق استقرار وربما انخفاض في أسعار سعر صرف العملة إذا كان ذلك في مصلحة الاقتصاد اليمني؟ هو احنا عندنا خطوتين ممكن او جانبين ممكن نتكلم عليهم، اللي هم انهاء العمليات في محافظة الحديدة واستكمال تحريرها. هذا سيخلق ثقة كبيرة لدى المواطن ولدى المستثمر بان الحكومة الشرعية بدأت استعادة سيطرتها على الاراضي اليمنية، وبدأت بتقويم وتحجيم الانقلاب الى اقل مستوى بحكم ما يمثله ميناء الحديده من موقع واهميه استراتيجيه ومصدر مهم جدا للايرادات للانقلاب. من الجهه الاخرى احنا اطلعنا على جهود الحكومه للتواصل مع دول التحالف بخصوص استئناف تصدير النفط والغاز، وسمعنا ان دوله رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك قابل في وقت سابق وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي بخصوص استئناف النفط، استئناف تصدير النفط، ولكن لم يصلنا حتى الآن إلى أين وصلت هذه المباحثات، وما إذا كانت الحكومة نجحت في إقناع الإماراتيين أو التحالف بشكل عام للسماح لليمن باستئناف تصدير أحد أهم مصادر الدخل الرئيسية وهو النفط. كما سمعنا أن هناك جهود أخرى لاستئناف تصدير الغاز المسال، وكذلك لم نرى أي شواهد على الأرض تدل أن هناك جهود تنفيذية لإعادة تصدير الغاز المسال. هذا من جانب الإيرادات. ومن جانب الإنفاق لا تزال الحكومة تسير على نفس المنوال، ولم نرى أي بوادر على الأرض تدل على نوايا لتخفيف الإنفاق أو تحجيم الفساد المستشري في مؤسسات الحكومة المختلفة، لأنه حتى في حالة استئناف تصدير النفط والغاز وتدعيم الاقتصاد الوطني بهذا المصدر الرئيسي للدخل، إذا لم يصاحبه خطوات جادة لوقف النزيف في دفقات الغير محسوبة والفساد الذي ممكن يكون مثل في لواءات الجيش الوهمية والوظائف الوهمية للمسؤولين بالخارج والدبلوماسيين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار، كما أنه ستستمر الوضع، ولنا في فنزويلا على سبيل المثال المثل
المثل الواضح والمتزامن، انه دوله غنيه مثل هذه لديها الكثير من الايرادات، ولكن صاحب هذه الايرادات سوء في الاداره وفساد. نعم استاذ الله. النتيجه كانت انهيار اقتصادي وتضخم ربما يكون هو الاكبر في التاريخ. كما انه لحد الان وبعد مرور حتى بعجاله اذا سمحت على تعيين بعد مرور شهر على تعيين رئيس الوزراء الجديد، لم يتم الاعلان على اي خطه ماليه او موازنه ولو تقريبيه للسنه الماليه الجديده، ولا توجد رؤيه واضحه لدى الحكومه عن الطريقه التي تعتزم بها الحكومه اداره الملف الاقتصادي. وعليه في غياب هذه الخطوات البديهيه لتحسين اداره الدوله وضبط نفقاتها، فمن الممكن جدا ان يعود الصرف كما كان واسوا بمجرد نفاذ الوديعة السعوديه والمنح المصاحبه له. اشكرك اذا المحلل الاقتصادي استاذ عبد الواحد العوبلي، شكرا لك على هذه الإيضاحات والمعذرة لضيق الوقت. شكرا إذن لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.